مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية في الصف الثاني المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم يونت 3 ستوري تايم، اليونت الثالث الفقرة المخصصة للقصة. تعودنا في الدروس السابقة أنه بنهاية كل يونت أكو قصة. هي صحيح القصص كلها متعلقات بجاد عن جوني، هذا اللي شخصيتين، لكن كل قصة أو كل يونت راح نتعرف على شخصيات جديدة أو أحداث جديدة. الأحداث المتعلقة بهذه القصة عنوانها The Football Match، مباراة كرة القدم. بالبداية بالفقرة الأولى كالعادة يقول لي listen، استمع للأستاذ وهو يقرأ هذا المقطع النصي أو مقطع صوتي. read، اقرأ أنت. find out، واكتشف، اكتشف إجابات هذه الأسئلة. إذا مطيني أسئلة، شن هاي الأسئلة اللي المفروض نجاوبها بعد ما نقرأ المقطع النصي؟ Where are the boys؟ أين هم الأولاد؟ هاي القصة باليونت الثالث، الأولاد وين كانوا؟ Who do they play football match against؟ مع من أو ضد من لعبوا مباراة كرة القدم؟ Why do the other boys laugh at Johnny؟ لماذا باقي الأولاد ضحكوا على جوني؟ الآن راح نجي نقرأ القطعة، القصة، نوضح مفرداتها ونحاول نجاوب على هذه الأسئلة المتعلقة بها. بالك وياي، حاول تسجلوا المعلومات وتحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري بالسؤال المتعلق بقصص الكتاب. الآن نجي نقرأ المقطع النصي. شو يقول؟ يقول I hope you like football said Tom. قال توم أتمنى منك بأنك تحب كرة القدم. We were in Munich. كنا في مدينة ميونخ. In southern Germany. في جنوب ألمانيا. I love it. عزيز shouted. صرخ عزيز بأعلى صوته. أنا أحبها. I'd like to be a footballer when I am older. أريد أن أصبح لاعب كرة قدم عندما أكبر. إذن عزيز، إذا تذكرون عزيز منين؟ Where is عزيز from؟ من أين هو عزيز؟ From Algeria، من الجزائر. Me too said Paolo. قال باولو وأنا أيضا. Good Tom said. We got out of the minibus. قال لهم توم جيد، ما أنكم تحبون تكونون لاعبين كرة قدم، الآن دعونا نخرج من الباص. And looked up، أو خرجنا من الباص ونظرنا إلى الأعلى. We were outside of Allianz Arena. كنا خارج Allianz أو خارج أسوار Allianz Arena. Allianz Arena هو اسم الملعب الخاص ببايرن ميونخ. Bayern Munich Football Stadium هو الملعب المخصص لنادي بايرن ميونخ، النادي الألماني. I don't know anything about football. قال له أنا ما أعرف أي شيء عن كرة القدم. من اللي قال هذا الكلام؟ ماركوس. ماركوس ما يعرف أي شيء عن كرة القدم. But that is a strange looking stadium. لكن هذا الملعب يبدو مظهره غريب. It can completely change color. ويتغير لونه تماما. اللي مطلعين على الطوبة، أغلب الطلاب يعرفون أنه ملعب أليانز أرينا اللي مطيكم صورته بكتاب الطالب هو ملعب عملاق جدا، ومحاط الأسوار مالته محاطة بشاشات عملاقة كبيرة. هذه الشاشات من يعلقوها يقدرون يغيرون ألوانها، ومن كثر ما هو كبير والشاشات مالته عملاقة. شو يقول لي؟ يقول لي said Tom، قال توم when the lights are turned، عندما تشتغل هذه الإنارات أو هذه الشاشات you can see it from Austria، يمكنك رؤية هذا الملعب من النمسا. النمسا هي على حدود ألمانيا، دولة مجاورة لألمانيا. let's take a tower، والآن دعونا نأخذ جولة. شو يقول اللي بعدها أو العبارة اللي بعدها؟ شو يقول؟ يقول we were standing in front of a big door. كنا واقفين أمام باب عملاق جدا. behind the door، وخلف الباب was Bayern Munich trophy room. كانت الغرفة المخصصة للجوائز الخاصة بنادي بايرن ميونخ. so our Bayern Munich is a good team. Ask Marcus. سأل ماركوس بما أنه شاف هذه الجوائز، قال إذن هذا النادي، نادي بايرن ميونخ، فريق جيد. Why don't you open the door and see؟ suggested Paolo. إيش قال له باولو؟ قال أنا ما راح أجاوبك. ليش ما تفتح الباب وتشوف الإنجازات أنت بنفسك، أو تشوف الجوائز اللي محصلين عليها بايرن ميونخ بنفسك؟ الآن راح نجي نستعرض. Marcus opened the door. فتح ماركوس الباب. and his mouth hung open، وفمه كان مفتوحا من الدهشة. واو، قال مرحى أو ما هذا، أو كان متعجب. there were nearly hundreds of trophies،
كان هنالك المئات من الجوائز in the room في الغرفة. League trophies الجوائز المخصصة للدوري, cups الكؤوس, كؤوس الملك إلى آخره, Champions League trophies وجوائز دوري الأبطال. Suddenly وفجأة, a woman came into the room, جاءت امرأة إلى الغرفة. She was wearing Bayern Munich tracksuit, كانت مرتدية tracksuit أو زي رياضي الخاص بنادي بايرن ميونخ. إيش قالت له؟ Excuse me, she said. قالت أستميحكم عذرا, but my team are training on the pitch, لكن فريقي يتدرب الآن على أرضية الملعب. And they need some more players, ويحتاجون إلى لاعبين إضافيين for the practice match, للمباراة التحضيرية أو المباراة التدريبية. Do you guys play football? هل تلعبون أنتم أيها الأولاد كرة القدم؟ جاءه ماركوس قالها not really, ليس جدا, يعني مو دائما أنا ألعب كرة قدم. فش قال عزيز؟ I do, أنا أفعل, أنا ألعب كرة قدم. He was very excited, كان متحمس جدا لأن هو يحب كرة القدم. Come on guys, let's do it. والآن دعونا يا أولاد نفعلها, دخل نروح نلعب كرة قدم. We walked onto the pitch and saw other team, سرنا باتجاه الأرضية, أرضية الملعب, ورأينا الفريق الآخر. They are young girls, طلع الفريق الآخر. إيش طلع؟ طلع بنات صغار أو فتيات صغيرات. سيد عزيز, قال عزيز إنهن فتيات صغيرات. That's right, ذلك صحيح. Said the woman in the tracksuit, قالت الإمرأة اللي لابسة هذا التراكسوت الخاص ببايرن ميونخ. قالت لهم صحيح, أنت راح تلعبون أمام فتيات صغيرات. They are some of the Munich under 12 girls team, إنهن فتيات أو الفريق المخصص للفتيات تحت سن الثانية عشر. عزيز smiled, ابتسم عزيز at us, أمامنا. We are going to win, سوف نفوز. بالبداية قال إن بنات صغار ونقدر نفوز عليهم. He said, قال, it's going to be easy, الأمر راح يكون بالنسبة لنا سهل. I'm not sure, عزيز. جاد سام, إيش قال لهم جاد؟ قال لهم أنا ما أعتقد راح نفوز, أو ما هذا كلام ما أعتقد صحيح. As he watched the girls practicing, بينما كان يرى الفتيات وهي تتدرب. I used to play for my school team in Algeria, إيش قال لهم عزيز؟ قال لهم أنا كنت ألعب ويا فريق المدرسة في الجزائر. He replied, رد عليه, I was the best player, لقد كنت أفضل لاعب في الفريق الخاص بالمدرسة. I am quite good at football too, I said, قلت أنا كذلك جيد في رياضة كرة القدم. I am not very good, said Marcus, قال ماركوس أنا لست جيدا في رياضة كرة القدم. I'll be the goalkeeper, بما أنه أنا مو زين فراح أصير الحارس المرمى. The match started and Jad passed the ball to me, بدأت المباراة وناول جاد أو أعطى جاد الكرة لي. جوني, give me the ball, shouted عزيز. جوني, إذن اللي يخبر القصة هو جوني. جوني لما قال جاد ناول الكرة إلي, أنا من هو؟ جوني. إذن جوني هو اللي يخبر القصة. فقال لي يا جوني أعطني الكرة, صرخ عزيز. I tried to pass the ball to him, but one of the girls go first, حاولت أن أناول الكرة أو أعطي الكرة إليه, لكن أحد الفتيات وصلت إليها أولا. She went past me, اجتازتني, then past Jad, ثم اجتازت Jad, and then past Paolo, واجتازت Paolo, يعني راوغت Paolo, Jad وجوني. Then she kicked the ball very hard, ثم ركلت الكرة بقوة كبيرة, and went past Marcus, واجتازت الكرة Marcus, and into the goal, وذهبت باتجاه المرمى. It was 1-0 to the other team, لقد كانت المباراة أو كانت النتيجة لحد الآن 1-0. إذن البنات سجلن جول على الولد. وراها, why didn't you catch it, Marcus, إيش قال له؟ قال له ليش ما نزلت الطوبة يا ماركوس؟ I shouted, صرخت, من أني؟ أنا جوني. Use your hands, قال له استخدم يديك, أنت قلت لازم تستخدم يدك, أنا مو تقدر تلزم الطوبة. وراها شي يقول لي؟ يقول لي after 10 minutes, وبعد مرور 10 دقائق, it was 4-0, the girls were too good, بعد مرور 10 دقائق الفتيات كانت المباراة إلهن وكان الفائزات 4-0, لقد كانت الفتيات قويات جدا. By the end of the match, ومع نهاية المباراة, they won 9-0, قاموا أو فازوا علينا 9-0.
إذن الأولاد كانوا صحيح هم جيدين في رياضة كرة القدم، لكن هذا الفريق الخاص بالفتيات تحت سن 12 عام يلعب فريق أو نادي بايرن ميونخ، فأكيد هن مدربات بشكل جيد أو أكيد هن بارعات في رياضة كرة القدم. We were all very tired. كنا جميعنا متعبين and disappointed وخائبي الظن. Never mind, said Tom. قال توم لا تبالوا. I have some good news. لدي أخبار جيدة لكم. I've got tickets to watch the match tonight. لدي تذكرتين أو تذكرات لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم. Come on, Munich, I shouted. صرخت بأعلى صوتي. هيا يا ميونخ، يعني دي شجع نادي بايرن ميونخ. We were watching Bayern Munich against Real Madrid. كنا نشاهد مباراة بايرن ميونخ مع ريال مدريد. And we were very close to the pitch. وكنا جدا قريبين من أرضية الملعب. It was a great match. كانت مباراة عظيمة. And Bayern Munich were winning 3-1. وكانت بايرن ميونخ فائزة أو كانت على وشك أن تفوز 3-1. Never mind about the match. We lost, I said. إيش قلت؟ قلت لهم أبدا لا تخافون أو لا تضوجون على المباراة اللي خسرناها. I said to the other boys. قلت أنا منو؟ أنا جوني. قلت للأولاد الآخرين. It's been a great day. لقد كان يوما عظيما. Then the goalkeeper kicked the ball. ثم بعدها ركل الحارس الكرة. But it went wrong. لكنها سارت بشكل خاطئ. The ball left the pitch. الكرة اجتازت الملعب أو الأرضية الملعب. And went smack straight into my face. وذهبت أو ارتطمت الكرة مباشرة بوجهي. عيد أنا منو؟ أنا منو اللي يخبر القصة؟ جوني. جوني هو اللي ضربت الكرة. Ow, I cried. صرخت وجع الكرة. Why didn't you catch it, Johnny? إيش قال له؟ لا ضحكوا علي. قال ليش ما نزلت الطوبة مثل ما أنت كنت تعاتبنا؟ ليش ما مسكت الكرة؟ Asked Marcus. سأل ماركوس. Use your hands. استخدم يديك. يعني مثل ما أنت لما البنية سجلت عليها جول وقلت لي ليش إنه ما لزمت الطوبة؟ أنت ليش ما لزمتها هسه لما رجعتك؟ The other boys laughed. ضحكوا الأولاد الآخرين على جوني. My face hurt. تأذى وجهي. But I loved to. لكنني ضحكت أيضا. Very funny, Marcus, I said. قلت أنا لماركوس. مضحك جدا، يعني الكلام اللي قلته عني كان مضحك جدا. هذا ما يخص القصة. وضحنا مفرداتها، عرفنا على الأشياء الجديدة، الكلمات الجديدة. الآن ننتقل للأسئلة المتعلقة. طلاب، الأسئلة مالتها أسئلة عبارة عن true false، موجودات التمرين رقم 2. True false. ليش ما أخذت التمرين رقم 1؟ لأن التمرين رقم 1 مو مهم بأهمية التمرين رقم 2. الأسئلة اللي تجيك من الامتحان من التمرين رقم 2 على شكل true false، صح أو خطأ. شو يقول لي؟ يقول لي هذا sentence is true or false. هل هذه الجمل صح أم خطأ؟ اكتب أما تي إذا كانت صحيحة أو أف إذا كانت خاطئة. فنبدأ بقراءة الأسئلة. The Allianz Arena can be seen from space. ننتبه. هنا يقول لي الأليانز أرينا اللي هو الملعب الخاص ببايرن ميونخ يمكن رؤيته من الفضاء. هي ما ذكرت هاي المعلومة بالقطع. ذكرت أنه يمكن رؤية الأليانز أرينا من دولة أوستريا اللي هي النمسا، مو من الفضاء. فإذا قلنا false، خطأ. الفضاء قلنا أن الشاشات جانبية وليست من الأعلى. فأنت إذا من الأعلى ما راح تقدر تشوف الشاشات الجانبية للملعب. لذلك الإجابة الأولى أو النقطة الأولى تعتبر F خطأ. نمبر 2 ثانية. بايرن ميونخ is a good team. فريق بايرن ميونخ فريق جيد. ذكرنا أنه فاز بالعديد من الألقاب، مئات الألقاب، مئات الجوائز حصل عليها. إذن هو أكيد فريق جيد. فإذا أنا قلت true صح. The boys play football against the Munich under 12 boys team. شوف هنا السؤال بذكاء شوية. يقول لك الأولاد دولة اللي رايحين الملعب بايرن ميونخ لعبوا ضد فريق الأولاد اللي تحت ال 12 عام. هو تحت ال 12 عام صحيح، لكن ليس ضد أولاد، ضد بنات. إذا نقول له false خطأ. بعدها عزيز plays football for his school team. عزيز لعب لفريقه أو يلعب لفريقه أو فريق المدرسة الخاص به. طبعا هنا السؤال محير بعض الشيء. أغلب الطلاب راح يجاوبون الإجابة، وحتى أنا بالمزمة بالنسخة القديمة جاوبتها على أنها الجملة true صح، لأن هي ذكرت بالقطعة. لكن أكو تفصيلة صغيرة كلش مركزين عليها بالقصة. هو إيش قال؟ قال I used to play for my school team in Algeria.
اعتدت على أن ألعب لفريق مدرستي في الجزائر، يعني هو كان بالسابق يلعب، بما أنه قال يوستو اعتدت على أن ألعب، إذن بالوقت الحالي هو ما راح يلعب أو ما قاعد يلعب بفريق المدرسة. وهنا أنا يقول لي هو بالوقت الحالي، بما أنه خلاني أسم الشخص الثالث للفعل، إذن الجملة مضارع بسيط، إذن بالوقت الحالي، إذن الإجابة خطأ، هو بالوقت الحالي ما قاعد يلعب لفريق المدرسة. إذن أقول له فولس، هذه الجملة أنت بقولها كلش مهمة. The boys lose the football match 4-0. الأولاد خسروا المباراة 4-0. ذكرنا أنه في فترة من الفترات كانوا خسرانين 4-0، لكن المباراة انتهت ايش قد؟ انتهت 9-0. إذا نقول له فولس، ما خسروا 4، خسروا 9. اللي بعدها The boys are disappointed. الأولاد كانوا خائبين الظن about losing the match، عن خسارة المباراة. صح لو خطأ؟ نعم أكيد كانوا خائبين الظن، طبعا هم خسرانين 9 فأكيد كانوا خائبين الظن. إذا نقول له true، صح. النقطة الأخيرة، ماركوس gets hit in the face. ماركوس حصل على ضربة في وجهه with a ball، بالكرة. الإجابة صح لو خطأ؟ ذكرنا بالقطعة أن الذي يخبر القصة هو جوني، وجوني هو اللي انضرب على وجهه، وهنا الذي يقول لي ماركوس، فإذا نقول له false، خطأ. هذا ما يخص التمرين رقم 1. هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 من امتحان التحرير. يجيني بيا سؤال بالسؤال المخصص للقصص الأدبية أو قصص جادو جوني اللي يكون قبل سؤال الإنشاء. ننتقل إلى تمرين رقم 1 اللي هو نفس الفكرة، لكن شنو ما يجيك بالامتحان بهذه الطريقة. يقول لي املأ هذا الجدول حسب ما عرفته من القصة. تايتل، عنوان القصة شنو؟ أقول له ذا football match، مباراة كرة القدم. تقدرون تقولون جاد آن جوني the football match، قصة جاد وجوني مباراة كرة القدم. بعدها الكاركترز، الشخصيات اللي بالقصة نفسيتهم يعانون. جاد، جوني، ماركوس، عزيز، إلى آخره. ثم نسيتهم الشخصيات اللي نتعرف عليهم بنهاية كل يونت. بعد what is it about، عن شنو تتحدث؟ about، نفس الطريقة about the boys، عن هؤلاء الأولاد who went، الذين ذهبوا to ميونيك، إلى مدينة ميونخ. تقدرون تحددون أليانز، ملعب أليانز أرينا، وهكذا إلى آخر القصة. تطول ملخص بسيط مبسط عن القصة. وراها يقول لك why I liked أو didn't like the story. هاي تعتمد على رأي الطالب، على فكرة الطالب. أنت حبيت القصة؟ إذا حبيتها تقول له yes I love it، أحببتها، أحببت القصة، أو I liked it، أحببتها أو أعجبتها. يقول له توضح ليش أعجبت بالقصة أو ليش أعجبت بالقصة. وإذا ما حبيتها تقول له I don't like the story أو I didn't like the story، ما حبيت القصة. وكذلك لازم تنطي السبب ليش ما حبيت القصة. وراها new words، الكلمات الجديدة اللي تعلمتها من خلال هذه القصة. لاحظ أن كل الكلمات ماكو كلمة جديدة علينا، ما عدا الكلمات المتعلقة بالجوائز. مثلا عندي كلمة trophies، trophies معناها جوائز. مثلا تعرفنا على كلمة league، league معناها دوري، cup معناها كأس، إلى آخره. الطالب يروح يشوف القطعة شنو الكلمات اللي ما كان يعرفها وتعرف عليها من خلال هذه القصة، يكتب هنا بهذا الحقل. هذا مجرد نشاط صرفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. الآن فقرة الاكسترا اكتيفيتيز، التمارين الإضافية المتعلقة بهذا اليونت. أعيد وأكرر، التمارين الإضافية موجودة بعد اليونت الرابع، لكن هذا التمرين متعلق باليونت الثالث، لذلك راح أشرحه بهذا الدرس. تمرين مهم ومن الممكن يجيك بالامتحان التحريري مثل ما هو بسؤال الإسقاطات، فسجلوا عليه. تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري تحديدا بسؤال الإسقاطات. الآن نجي نقرأ الكلمات، ترجمهن وسقط الفراغات المناسبة. beaten معناها هزيمة، cup استونا أخذناها معناها كأس، final معناها نهائي، goals معناها أهداف، kicked معناها ركلة، ركلة الكرة على سبيل المثال، lost معناها خسر، score معناها أحرز أو تجيب معنى نتيجة. هسه نجي نعرف من خلال سياق الجملة. scored معناها أحرز، إذا score معناها يحرز أو نتيجة. won معناها فاز. الآن نجي نسقط الفراغات المناسبة. Babel played Kirkuk in the Faran
of Iraqi school competition. بابل لعب مع كركوك في الفراغ لبطولة المدارس العراقية. In the final, لعب معه في النهائي لبطولة المدارس العراقية. After 85 minutes, بعد مرور 85 دقيقة, the فراغ was بابل 0, كركوك 0. الفراغ كانت 0-0. شنو كان 0-0؟ The score. The score, النتيجة, was 0-0. نقراها 0-0, 0-0. 0 معناها لا شيء. لا شيء للا شيء. أو 0-0 أو تعادل. Then the ball came to Hassan. ثم جاءت الكرة لحسن. He فراغ it. هو فراغ past the Kirkuk goalkeeper. هو فراغ مجتاز حارس كركوك. هو ايش سوى للطوبة؟ Kicked it. هو ركل الكرة واجتازت حارس كركوك. بابل 1 صارت النتيجة. بابل 1 وكركوك 0. Shouted حسن. صرخ حسن. We فراغ the فراغ. لقد فراغ. لقد won. لقد فزنا بمن؟ بالكاب. بالكأس. لقد فزنا بالكأس. يعني سجل جول بالدقيقة 85. قال لقد فزنا بالكأس. يعني تقريبا انتهت المباراة. With فراغ كركوك. لقد فراغ كركوك. شو الكلمة الناس الفراغ؟ beaten. لقد هزمنا كركوك. Unfortunately. لكن لسوء الحظ. كركوك فراغ. To فراغ. كركوك فراغ. شو الكلمة الناس الفراغ؟ scored. كركوك أحرزت to اثنان goals. اثنان أهداف أو هدفان. Two goals. أحرزت هدفين. Very quickly. بسرعة كبيرة. After that. بعد ذلك. And بابل. وبابل. فراغ the game. فراغ المباراة. 2-1. سجلوا عليهم اثنين. إذن خسروا المباراة. Lost the match. 2-0. خسروا المباراة. 2-1. هذا كل ما يخص تمرين رقم 2 بالإكسترا أكتيفيتيز. بالتمارين الإضافية. مثل ما وضحنا باليونتات السابقة. إنه الإكسترا أكتيفيتيز بعض الأساتذة يأخذ اليونت الأول ويروح يأخذ الإكسترا أكتيفيتيز مال اليونت الأول, التمارين الإضافية مال اليونت الأول, ويضمنها من ضمن امتحان الشهر الأول, وإنه بيأخذ اليونت الثاني ويأخذ الإكسترا أكتيفيتيز مال اليونت الثاني ويضمنها من امتحان الشهر الثاني وهكذا. فهاي الإكسترا أكتيفيتيز خاصة باليونت الثالث. أستاذ وين ألقاها؟ ألقاها بعد نهاية اليونت الرابع فقط لكتاب النشاط. بها بعض التمارين المهمة, وبعض الأحيان ألقى بها قطع, ومن الممكن الأستاذ يعتمد هذه القطع. فحاولوا تحفظون ذن التمارين لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري, وأغلب الطلاب ما ينتبهوا لها لأن مكانها مو موجود من ضمن أو داخل هذه اليونتات اللي درسوها. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. تعرفنا على القصة, وقد فقرة أخيرة قبل ما أنسى اللي هي الأسئلة اللي موجودة بداية الدرس عن هذه القصة. إذا تذكروها هاي الأسئلة يسألها الأستاذ كتحضير يومي, أسئلة شفوية بداخل الصف. Where are the boys? وين هؤلاء الأولاد؟ أقول له in ميونيك, في مدينة ميونيخ. وين؟ جيرماني, في ألمانيا. تقدرون تضيفون بعد at Allianz Arena Stadium, في ملعب Allianz Arena. Who do they play football match against? مع من أو ضد من لعبوا المباراة؟ تقول under 12 تحت ال 12 عام girls team, فريق الفتيات تحت السن الثانية عشر. Why do the other boys laugh at Johnny? لماذا ضحك الأولاد الآخرين على جوني؟ Because, تقدر توضح تقول because the goal keeper, لأن الحارس kicked the ball at him, لأن الحارس ركل الكرة عليه, أو تقول it hit his face, ضربت وجهه إلى آخره. هذه الأسئلة يسأل الأستاذ كتحضير يوم بداخل الصف, أسئلة شفوية من الممكن البعض الأساتذة يجيبوها بالامتحان التحريري مع القطع المخصصة لها ومع القصة المخصصة لها. فحاولوا كذلك تسجلوها بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة, من الممكن تجيك مع قطع أو قصص الكتاب. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. أخذنا به قطعة, تعرفنا على الأسئلة المتعلقة به,
الاسئله المهمه اللي تجينا بالامتحان على شكل ترو فولس، تمرين رقم 2. كذلك اخذنا الاكسترا اكتيفيتيز فقط تمرين واحد اللي هو التمارين الاضافيه، تمرين رقم 2. من الممكن تجينا احد جمل هذا التمرين بسؤال الاسقاطات، حاولوا تسجلون هاي الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لانها مهمه جدا في الامتحان التحريري. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو، اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات موجوده اسفل الفيديو في الوصف.